السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، طبتم وطاب سعيكم وطابت أوقاتكم وطابت أيامكم. ما زلنا مع غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر العظمى، فرق الله بها بين الحق والباطل، وانتصر المسلمون نصرا مؤزرا. وزلنا مع هذه الغزوة حتى وقفنا من فضل الله عند بداية المعركة. وزي ما قلنا دايما بيبقى في تسخين بين الجيشين، بقى الجيش المسلمين 314 ودول 1000 أو يزيدون، والمعركة غير متكافئة بالمرة. يعني اللي ينظر كده يقول لك دول ساعة ساعتين وما مش ممكن على قوة ضربة، ولكن الله أقوى، ولكن الله أكبر، ولكن الله سبحانه وتعالى أعظم، ويقول للشيخ فيكون. ما عليكم إلا أن تتجهزوا وتعتمدوا بعد ذلك على رب الأسباب، ويزيل كل الأسباب. لكن اللي يبص كده معركة غير متكافئة، ولا تحتمل القسم على اثنين أبدا، ولكن الله يقول للشيخ فيكون. فتنزل الملائكة بقيادة جبريل عليه السلام، قيل 1000 مردفين وراء بعضهم، وثلاثة 3000 مسومين، وقيل 5000، نزلت بعمائمها البيضاء، كانت الرؤوس تطير طيرة من المشركين. قتل 70 منهم. بس قبل ما تبدأ هذه المعركة، من هو أول شهيد في هذه المعركة؟ كان رجل يسمى مهجع، كان مولى لسيدنا عمر بن الخطاب، كان أول واحد قتل قبل المعركة بتبدأ. ثم تلا حارثة بن سراقة. حارثة ده كان شاب 18 سنة، عندما قدم على الحوض أطلقوا عليه سهم فأصابه فقتله. بكت أمه عندما عاد إليها شهيدا، فقالت يا رسول الله، حارثة ولدي إن كان في الجنة فأصبر وأرضى، وإن كان في غيرها أري الله ما أصنع. يعني أنا حنوح عليه وهبكي وأصنع ما لم تصنع النساء على هذا الشاب. فقال يا أم حارثة، أهبلتي؟ يعني أنت جننتي؟ إنها ليست جنة واحدة، بل هي جنان عرضها السماوات والأرض، وابنك في الفردوس الأعلى. ففرحت، الله أكبر على هذه الشهادة وعلى هذه الأمور، يقين كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. بعد هذا الأمر بدأ بقى الثلاثة من المشركين، طلعوا بقى عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وقالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا نقاتلهم. فخرج ثلاثة من الأنصار، سيدنا معوذ وعوف بن عفراء، وخرج ومعهم تاني عبد الله بن رواحة. قالوا من أنتم؟ قالوا نحن عبد الله بن رواحة وأبناء عفراء. قالوا لا حاجة لنا بكم، أرسل يا محمد من هم من قريش، احنا عايزين من دعنا بتوع قريش. فقال فاخرج يا عتبة ابن فاخرج يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة أسد الله، قم يا علي، وما أدراكم ما علي. ثلاثة أسود من أسود المسلمين يتمنون الموت كما يتمنى هؤلاء الأحياء حبا في الجنة التي عرضوها السماوات والأرض، يعلمون أنهم بينها وبين الجنة ما هي إلا لحظات، وتبدأ المبارزة. ولكن مع من؟ حمزة أسد الله، ضربة واحدة يهلك بها شيبة، وعلي بن أبي طالب ضربة قاتلة يهلك بها الوليد. أما عبيدة بن الحارث وعتبة يختلف كل منهما بضربة قاتلة لصاحبه، فيتقدم حمزة وعلي ويجهز على عتبة ويعود بهذا المصاب إلى حجر رسول الله، فينظر إليه ويقول يا رسول الله هل أنا شهيد؟ قال أنت من الشهداء وأنا على ذلك من الشاهدين، ويلقى الشهادة على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبدأ الملحمة الكبرى بالمعركة بين هؤلاء وبين هؤلاء، وينزل المدد من السماء بجبريل عليه السلام يقاتل معه الملائكة، حتى أنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في المسلمين من أهل بدر؟ قال هم أفضل المسلمين. قال وكذلك الملائكة من بدر الكبرى هم أعظم الملائكة الذين قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال الرسول يحفظ أصحابه والذي نفسي بيده ما يقاتل اليوم رجل مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا إلا دخل الجنة. فانطلق الشهداء على بركة الله. من ضمن ذي هي مع سيدنا عكاشة بن محصن. سيدنا عكاشة احنا قلنا 314 قصاد 1000 مجهزين، عمال يقاتل ويضرب بسيف، السيف الكسر
خلاص ما عادش حاجه. فجري لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا اصنع؟ اداله جذع نخل، جذع شجره، بالله عليكم يعني، يعني جذع شجره، اما السيف واتكسر جذع شجره، لكن ايه؟ تسليم. خد الجذع ده وما هي الا لحظه والا وتحول في يده الى سيف بتار، بعد كده سمى العون ان شاء الله، وقاتل به قتالا حتى بيقولوا في حروب الرده، قال وسب قال للصحابه اذا انا مت فادفنوا هذا السيف معي، سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. من ضمن بقى الشهداء ايها الاحبه الكرام في هذه المعركه اسماء للاسف احنا ما نعرفهاش، لكن لابد اننا نعرفها ونذكر بيه ابنائنا، ويبقى هم دول القدوه والمثل، ونسائنا تعرفهم عشان يربوا ابنائنا على حب هؤلاء الابطال، ومن احب قوما حشر معهم. فاحنا عاوزين نعرفهم. 8 من الانصار، 6 من الانصار و8 من 6 من المهاجرين و8 من الانصار شهداء بدر العظمى. صلوا على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كان اولهم قلنا مين؟ سيدنا عتبة بن الحارث اللي هو التحم مع عبيدة بن الحارث، التحم مع عتبة وقتل في هذه المعركة ومات على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن بقى الشهداء دايما واحد اسمه عمير بن الحمام. سيدنا عمير بن الحمام ده بقى كان معاه شوية تمرات كده، كان بلحة كده يتغذى ويتخوى بهم في المعركة يعني. فسمع رسول الله بيقول ايه صلى الله عليه وسلم بيحفز على المعركة، في اني ما من احد يعني يقاتل صابرا محتسبا مقبل غير مدبر الا ودخل الجنه. قال ليس بيني وبين الجنه الا هذه التمرات، ان لسه اكل تمره ولا تمره، والله انها لحياه طويله. يعني هو ياكل كم تمره دول في 5 دقائق ولا في 4 دقائق ولا في 10 دقائق، يعني ربع ساعه؟ لا، حياه طويله. فالقى التمرات وانطلق للمعركه فقاتل حتى قتل. حب بقى للشهاده ويقين، يقين فيما عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان لما يقول لك يعني رجل بألف رجل، انت تستعجب يعني ايه رجل بقى واحد زي القعقاع بن عمرو يقول لك ايه عايزين المدد يا رسول الله فيبعت لهم رجل واحد، احنا عايزين مدد عايزين جيش، يقول لك لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. من هذا القعقاع؟ اسد من اسود الله. وهكذا كانوا الرجال، حب يعني للشهاده فوق الوصف، حب للجهاد. سيدنا ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه 98 سنه ويجاهد في سبيل الله وعنده 98 سنه على فرس، دخل على 100 سنه. ودلوقتي الواحد سبحان الله ولا قوه الا بالله، يعني يعني لو مش قادر يطلع السلم الدور الثالث والرابع لو الاسانسير ما عندوش اسانسير ولا، يعني حاجه غريبه. لكن سبحان الله هكذا يعني رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نسال الله سبحانه وتعالى نكون منهم ونكون ابنائنا ان شاء الله من هذا ايه الرعيل الصادق ان شاء الله لتحرير المسجد الاقصى. فاستشهد. من بعد كده كان في برضه من ضمن الصحابه واحد اسمه معوذ بن عفراء، اللي هم في الاول طلعوا يحاربوا والرسول راح مرجعهم ودخل مكانهم ايه الاسود، عشان ايه قريش قالت مش عايزه من الانصار حد، انا عايزه من المهاجرين. فده قاعد يسال فينا ابو جهل، قالوا له هو ده اللي بيأذي بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق في المعركه يعني يريد ان يقاتل، حتى يعني قيل ان هو ضرب وقتل وقتل في هذه المعركة من فضل الله سبحانه وتعالى. وقيل أنه من ضمن اللي قتلوا إيه أبو جهل عليه لعنة الله. من ضمن برضو شهداء المعركة قلنا مهجع اللي هو ده كان مولى سيدنا عمر بن الخطاب ده، بس مات إيه أول وقلنا برضو سيدنا حارثة ابن سراقة برضو ده من ضمن الشهداء العظام الذين قتلوا. من ضمن بقى الناس بقى يا شباب هذه الأمة 15 سنة 16 سنة النهاردة الشباب فين هم من 15 ل 16؟ ايه الاهداف اللي قدامكم؟ ايه اللي عمركم راح في ايه؟ غير في لعب ولهو. النهارده واحد اسمه عمير بن سعد بن ابي وقاص خال رسول الله، عنده 15 سنه بس هو خال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان حريص على الجهاد حرص لدرجه ان الرسول عليه السلام عايز يرجعه عشان صغير السن فبكى وعمال يقول لسيدنا سعد خبيني استرني من وراء الرسول حتى لا يراني فيردني، اريد ان اجاهد اما النصر واما الشهاده. فيقول سيدنا سعد يقول لك والله من صغر سني كنت اربط له حماه الى سيفي، يعني ما كانش يقدر ايه الفرس بتاعه ما كانش بيقدر يجهزه تجهيز الفارس اللي زي سيدنا سعد بقى وسيدنا عمير بن الحمام وطلحه وهؤلاء. فمن فضل الله سبحانه وتعالى كان يربط له كده. قال فقاتل حتى قتل ومات شهيدا في سبيل الله. هنيئا له 15 16 سنه، بس هذا حب الدفاع عن الدين وعن رسول الله
وعن الايه عن الاسلام والمسلمين في كل زمان ومكان. كان في واحد تاني من الصحابه ما نعرفش قوي اسمه ذو الشمالين. ده كان بيشتغل بيده الاثنين كده ما شاء الله، فعشان كده سموه زي ذو اليدين كده من كتر ايه الحركه، فسموه ايه ذو الشمالين. مات واستشهد وقتل في هذه المعركه. كان في احد الصحابه يسمى صفوان بن بيضاء. من هو صفوان؟ من هذا الصحابي الجليل؟ شباب من شباب المسلمين، يجب ان تحفر هذه الاسماء في عقولنا وعقول ابنائنا حتى يكون الاسوه والمثل الاعلى. ايها الاحبه الكرام، كان هناك عاقل ابن البكير او البكير، لم يعلم التاريخ اسره يطلع منها اربع مجاهدين في معركه واحده الا عائله البكير الاربعه. طب خارجين ايه الاربعه؟ خارجين يستشهدوا، يقتل منهم عاقل ابن البكير في اول يعني في التاريخ ان يخرج مثل هذا العدد من اسره كامله حبا وانتصارا لله ولدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. اين نحن من حبنا للمسجد الاقصى ومن دفاع الابطال الذين يدافعون عن مسرى النبي محمد ثبت الله اقدامهم. وهناك سعد بن خيثمه ايضا من شباب المسلمين الذين استشهدوا في هذه المعركه، ومبشر بن عبد المنذر رضي الله عنه ويزيد بن الحارث. تمت هذه الكوكبه من صحابه رسول الله من شهداء المسلمين من اجدادنا العظماء رحمهم الله رحمة واسعة، وغفر الله لنا ولهم، ولا حرمنا الله أجرهم، وأكرمنا الله بإيمانهم وإسلامهم، وطبتم وطاب سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.